السلام عليكم جميعا. إن الاستخدام المستمر للآلات التكنولوجية للأسف يلحق الأذى بعد فترة، فرغم الفائدة العظيمة للتطور التكنولوجي إلا أننا لن نستطيع تفادي أضراره الحتمية. وخلال 20 عاما الماضية تطورت الدنيا بشكل كبير وكان لها هذا التأثير علينا، لكن تكنولوجيا 5G الجيل الخامس على سبيل المثال يمكنك تحميل فيلم كبير الحجم في مدة قصيرة للغاية، وذلك بفضل تكنولوجيا الجيل الخامس. لكن أين تكمن خطورتها؟ لنرى سويا الإجابة بهذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فلنبدأ. الآن سنتمكن من مشاهدة وتحميل الأفلام والفيديوهات بسرعة 5G، وقد بدأت بالفعل الاختبارات لها في بعض الدول كأمريكا والصين واليابان، ولكن يعتقد أن البداية الفعلية لاستخدامها ستكون في كوريا عام 2020 على أن تنتشر بعد ذلك في العالم أجمع. تلك التكنولوجيا ستحقق أحلام محبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات، حيث يعتقد أنها ستزيد بعد ذلك إلى 10 جيجا بايت. تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ستشكل جزءا مهما جدا في حياتنا، لكن العلماء يصرحون بأن لها أضرارا كثيرة. فإن الهاتف المحمول الذي به تلك الشبكة المتوقع انتشارها به موجات كهرومغناطيسية من شأنها إفساد الحياة، فهي تؤدي إلى تغيرات كثيرة بالجسد، وذلك باستثناء تأثيرها على النوم. لذا قد نبه الخبراء على مستخدم الآلات التكنولوجية التي بها موجات كهرومغناطيسية كالهواتف المحمولة أن ينتبهوا للمسافة بينهم وبين الجهاز، فإبعاد الهاتف المحمول عنك مسافة سنتيمتر يقلل من الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها عليك، وذلك بنسبة 10%. هناك أيضا قائمة أصدرها الخبراء تتضمن الأجهزة التكنولوجية المتسببة في وجود مرض السرطان، ومؤخرا علمنا أن تلك القائمة تضمنت أيضا الهاتف المحمول. كما أفادوا أن وجود تكنولوجيا 5G الجيل الخامس سوف تعمل على زيادة الموجات الكهرومغناطيسية بشكل كبير، ولكي تعمل تلك التكنولوجيا بشكل أقل فيجب القيام ب5 مليون محطة قاعدية لها، أي وجود محطة مساحتها 3 متر بين 10 أمتار. تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ستؤثر بشكل سلبي على البيئة الطبيعية وأيضا طبقة الأتموسفير، وذلك يرجع إلى الموجات التي تقوم هذه التكنولوجيا بإصدارها. على سبيل المثال، في الأشهر السابقة مات أكثر من 100 طائر أثناء إجراء اختبارات تلك الشبكة في هولندا. فإن تعرض الإنسان لموجات جديدة لا يعلمها جسده قد تؤدي لإصابته بالسرطان. ووفقا للأبحاث، التأثير الذي تحدثه تلك الموجات في أعضاء الجسد وتأثيرها على جهاز المناعة والقلب يزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان. عند تطبيق تلك التكنولوجيا ستصبح السبق الأعظم بذلك الوقت، وسيصبح كل شيء بالحياة متواجد على الإنترنت، من الثلاجة التي بالمنزل إلى السيارة والأشياء التي بالسماء. ولكي يستخدم الإنترنت بشبكة 3G و4G كان يتم استخدام نطاق تردد واضح، وكي يتم توسيع ذلك النطاق سوف يلحق الأذى بصحتنا، وذلك يرجع إلى أن نطاق التردد المستخدم لا يكفي، ولذلك يجب التوسع في النطاق، وذلك يعني زيادة التردد وبالتالي زيادة الموجات الضارة. ولأن ذلك التوسع كان بحاجة لسرعة أكبر، فتم تطوير تلك التكنولوجيا لتظهر تكنولوجيا 5G الجيل الخامس. وبعد البدء في استخدام التكنولوجيا الجديدة ستزداد السرعة والداتا، وبالتالي ستكثر الاحتياجات لكثير من الأجهزة كالسيارات والأجهزة المستخدمة بالعمليات. لذا سيتم إنهاء تكنولوجيا 4G والبدء على الفور باستخدام شبكة 5G. وكما صرح الخبراء أن تلك التكنولوجيا تزيد من الإصابة ببعض الأمراض، وأخطر هذه الأمراض هو مرض السرطان تحت تأثير الموجات، فهم أيضا يرغبون بتقليل تلك الموجات ويعملون على حل ذلك. تشير سارة دريسن من مركز أبحاث التوافق الكهرومغناطيسي البيئي بجامعة أخن بألمانيا إلى دراسة توضح وجود صلة واضحة بين مجالات التردد اللاسلكي القوية والفئران المشخصة بالإصابة بمرض السرطان.
وقد كشفت الاختبارات التي أجريت على الفئران المعرضة للحقول الكهرومغناطيسية وذلك لمدة 9 ساعات يوميا على مدار عامين عن حدوث تغييرات في الجهاز العصبي بما في ذلك الدماغ والقلب والخصيتين وزيادة موت الخلايا. وكما تجدر الإشارة إلى أن تقنيات الجيل الخامس لم يتم تطويرها في وقت إجراء هذا البحث، وتشير الأحداث إلى أنه تم التخطيط لنشر حوالي 20,000 قمر صناعي حول الأرض باستخدام شبكة الجيل الخامس. وكما حصل إيلون موسك على موافقة السلطات لإطلاق 12,000 قمر صناعي آخر في شهر نوفمبر، وقد صرح إيلون موسك عن ذلك الأمر قائلاً: يتم تثبيت هوائيات الجيل الخامس 5G في كل مكان بجميع أنحاء العالم، ووفقا لتقاريري فإنه يتسبب في إصابة البشر بالأمراض والحشرات أيضا لم تسلم منه. قد تكون هذه كارثة عالمية. تم إطلاق أول أقمار صناعية للهواتف المحمولة في أواخر التسعينيات، ومنذ اليوم الذي وضعوا فيه الأقمار في المدار أصيب الأشخاص مفرط الحساسية بشكل كبير، كما زاد معدل الوفيات في الولايات المتحدة بنسبة من 5-10%، كما ورد أن بعض الطيور أصبحت غير قادرة على الطيران، وكان هذا نتيجة وضع 77 قمرا صناعيا فقط. لذلك نحن خائفون جدا من إمكانية وجود أكثر من 20,000 قمر صناعي. نحن نرى ونعلم جيدا أن التكنولوجيا أصبحت مدمرة للمستقبل، فنحن لم نعد نستطيع العيش دون الإنترنت، وعندما نصل عام 2050 بهذا التطور التكنولوجي المستمر سنصبح في كارثة حقيقية، إذ أن البقاء أمام الأجهزة التكنولوجية فترة طويلة سيصيب بإدمان مزمن، وذلك يجعل البعض يبتعد كثيرا عن عائلته وعن عمله وبالتالي لا ينجزه على أكمل وجه، والأسوأ أنهم لا يدركون ذلك. تم القيام بدراسة لقياس عدد الساعات التي يقضيها الناس أمام التلفاز بين عامي 1960 و2000، وكانت النتيجة هي متوسط ساعة في اليوم. أما الآن فإن هؤلاء الأشخاص يقضون ما يقرب من 12 ساعة في اليوم أمام التلفاز والإنترنت، وذلك مؤشر شديد الخطورة وخاصة بالنسبة للأطفال. حاولنا على قدر الإمكان في ذلك الفيديو أن نوضح الخطورة التي قد تحدثها شبكة الجيل الخامس 5G وأن العلماء يحذرون منها منذ الآن. نحن نرى أننا قد بدأنا فقد السيطرة على تطور تكنولوجيا، ولا يمكن لأحد تصور خطورة ذلك. وكما تعتقدون جميعا فإن شبكة الجيل الخامس قد تستهلك معظم وقتنا، وعند مجيء شبكة الجيل السادس 6G سيصبح من السهل فعل أي شيء بوقت قياسي، أي أنه مهما وصلت سرعة شبكة 5G بالتأكيد شبكة الجيل السادس ستفوق ذلك بمراحل، لكن لا نعلم ما هو مدى خطورتها. الكل يسارع لتطبيق تقنيات شبكات الجيل الخامس، فهي تعد بالكثير حقا، كما أنها تمثل دعاية تجارية جيدة لشركات الاتصالات وشركات صناعة الهواتف. فالمستخدم الحالي للتكنولوجيا الاستهلاكية قد بدأت تظهر عليه حالات الإشباع التكنولوجية، حيث لا توجد تقنيات جديدة قادرة على إبهاره بعد الطفرة التي عايشناها في السنوات الأخيرة. لذلك فهي تعد ركيزة أساسية لزيادة الأرباح في الفترة القليلة المقبلة، ولكننا نلاحظ تعجلا مثيرا للريبة في طرح هذه التقنية الجديدة. ولكن رغم هذا فإن السباق المحتدم لتطبيقها على أرض الواقع يقابله العديد من الشكوك والمخاوف، وأكثرها تلك المرتبطة بتأثير تلك الشبكات على صحة الإنسان وعلى البيئة المحيطة بنا. لكن دعونا نتساءل في النهاية، ما الحل؟ وكيف نحمي أنفسنا من خطورة شبكات الجيل الخامس؟ السبب الأكبر لهذا الخلاف الشرس هو أن الآثار الضارة لهذه الموجات لو صحت لن يظهر تأثيرها الفعلي على صحة الإنسان إلا بعد مضي وقت طويل قد يصل إلى عقود. ونستطيع الحد من آثار الضرر على صحتنا عن طريق تقليل التعرض لتلك الموجات، وذلك بأن نطفئ الراوتر كلما حانت الفرصة لذلك، نطفئ الهاتف عند النوم أو نجعله على وضع الطيران، نقلل الاعتماد على الأجهزة المعتمدة على البلوتوث والاقتران اللاسلكي. باختصار شديد نبتعد عن كل ما هو لاسلكي كلما استطعنا هذا. قد يكون الحل الأمثل لحماية البشرية هو أن يتم التريث قبل الدخول إلى عهد شبكات الجيل الخامس، حتى تنتهي دراسات علمية حاسمة تثبت أو تنفي وجود خطر على الصحة العامة.
ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ تطبيق شبكات الجيل الخامس منذ بداية العام الحالي في بعض الدول بالفعل، وتتوقع التقارير أنه بحلول عام 2024 سوف يصل عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس إلى 1.9 مليار مستخدم، ويمكن أن تغطي هذه الشبكات ما يصل إلى 65% من سكان العالم. حسناً، هل تعتقدون أن شبكة الجيل الخامس ذات فائدة أم ضرر؟ وما هي توقعاتكم عن تكنولوجيا المستقبل؟ يمكنكم الإجابة على ذلك السؤال في قسم التعليقات. كذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.